دنيا باتما ترحب بفرد جديد ضمن عائلتها. إليكم التفاصيل. فقد اختارت دنيا باتما خاصية ستوري من أجل الترحيب بضيفها الجديد الذي أطلقت عليه لقب غوتشي، الذي استوحته ربما من دار الأزياء العالمية الشهيرة أو في دلالة لحبها الكبير لهذه الماركة، حيث أعلنت الفنانة المغربية دنيا باتما تبنيها لكلب صغير من فصيلة الكانش، وذلك حسب ما كشفت عنه يوم أمس الجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام. وعلى ما يبدو فإن الكلب الصغير غوتشي يحب بدوره الموضة، إذ أطل بلباس رياضي في اللون الأسود. ومن جهة أخرى يتوقع أن يطل غوتشي من جديد عبر الحساب الخاص بالفنانة دنيا باتما على الإنستغرام، وذلك من خلال منشوراتها أو ستورياتها القادمة، كما أنه ليس بمستبعد أن تنشئ له حسابا خاصا به عبر ذات التطبيق، على غرار إنشائها لحسابات خاصة بطفلتيها الصغيرتين غزل وليلى روز. ويشار إلى أن تبني دنيا باتما لكلب صغير يأتي أياما فقط على باثها برسالة مشفرة لأصدقاء المصالح. فهل الأمر محض صدفة؟ أم هي رسالة مشفرة جديدة في قيم الوفاء والإخلاص؟ وفي سياق آخر، فقد صدمت دنيا باتما مساء يوم الأربعاء عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريح يخص الأعمال الرمضانية المغربية، حيث أكدت دنيا باتما عبر سطور حسابها أنها لا تتابع الأعمال التلفزية المغربية بل تتابع الأعمال الدرامية الكويتية.